بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا دكتور محمد أبو الطيب ألتقي وياكم في محاضرة جديدة من محاضراتي عن الطاقة المتجددة، ومحاضرة هذا اليوم ستكون استكمالا للمحاضرتين السابقتين الخاصتين بتصميم منظومة خلايا شمسية معزولة عن الشبكة. ومحاضرتي الآن ستكون مخصصة للجزء الثالث اللي يتعلق بالباتري سايزنج أو تحديد المواصفات التصميمية لمنظومة البطاريات المرافقة للخلايا الشمسية. موضوع البطاريات هو ثاني موضوع من حيث الأهمية بعد تحديد حجم الإنفرتر، لأنه يتعلق بحجم الطاقة المطلوب خزنها. تصمم المنظومات المعزولة عن الشبكة بالأساس لتجهيز الأحمال بالطاقة، ولأنها غير مربوطة بالشبكة فيجب أن يتم توفير الطاقة للأحمال للمدة المطلوبة، كأن تجهز الطاقة للأحمال ليلا لبضع ساعات أو يوم أو حتى بضعة أيام. لذا يجب خزن الطاقة المجهزة من الألواح الشمسية، لأن الشمس غير متوفرة طوال الوقت. عندما تغيب الشمس أو حتى بوجودها مع الغيوم والأمطار والغبار سيتعذر تجهيز الطاقة للأحمال. لذا لابد من الاستعانة بالطاقة المخزونة، وحجم هذه الطاقة يعتمد على نوع وعدد البطاريات المرافقة للمنظومة. والنقطة الأهم هنا أن عنصر البطاريات هو العنصر الأغلى والأكثر تكلفة في المنظومات الشمسية المعزولة عن الشبكة، فيمكن أن تتراوح قيمها بحدود 10 أضعاف كلفة الألواح الشمسية لكل كيلوات أور، وهي السبب في ارتفاع كلفة هذه المنظومات وقلة اللجوء إليها إلا في الحاجات الضرورية والتطبيقات المهمة، مثل توفير إنارة البيوت المعزولة أو توفير الطاقة للمنظومات أو توفير الطاقة الكهربائية لمنظومات الاتصال أو المراقبة البعيدة. طبعا سيكون السؤال الأول في هذه المحاضرة: ما هي البطارية؟ البطارية هي وسط خزن كهربائي أو جهاز خزن كهربائي يتم فيه تحويل الطاقة الكهربائية إلى كيميائية، والعكس بالعكس أيضا فيمكن أن يتم تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. بس طبعا هاي العملية المتعاكسة ليست ممكنة دائما، ففي بعض حالات البطاريات تصمم البطاريات على أنها بطاريات غير قابلة للشحن. أنواع البطاريات: يمكن بشكل عام تصنيف البطاريات إلى نوعين رئيسيين أو عائلتين رئيسيتين. النوع الأول هو البرايمري باتريز أو البطاريات غير القابلة للشحن، وهي البطاريات التي يتم استنفاذ الطاقة بها لمرة واحدة ويتم التخلص منها فيما بعد ولا يعاد استخدامها، وهي تتوفر بأحجام مختلفة وسعات مختلفة أيضا، مثل بطاريات الراديو، بطاريات الساعة الإلكترونية، المسجل الصوتي، ريموت كنترول وهكذا. النوع الثاني من البطاريات هي عائلة البطاريات القابلة للشحن، وتضم هاي العائلة مجموعة كبيرة وأنواع كثيرة من البطاريات، تبتدئ من البطاريات الصغيرة اللي نستخدمها بالكاميرات الإلكترونية مثلا وأجهزة التسجيل الصغيرة، وبطاريات السيارات وبطاريات المنظومات المختلفة. بشكل عام هناك دورة شحن البطاريات القابلة للشحن، إذ بعد اكتمال الشحن يتم الاستفادة من الطاقة المخزونة إلى أن يتم استنفاذها ضمن الحدود المسموح بها حسب نوع البطارية وحجمها. بعدها تعاد دورة الشحن التفريغ بشكل مستمر Charge Discharge Cycle، ويمكن بشكل عام تقسيم قدرات التفريغ المتاحة للبطاريات إلى نوعين أساسيين. نوع يسمى بالشالو سايكل لا تتعدى قيمة التفريغ 20% من حجم الطاقة المخزونة، بينما هناك نوع آخر هو الديب سايكل اللي تتراوح قدرة التفريغ به من 20 إلى 80% من حجم الطاقة المخزونة. أشهر وأكثر أنواع البطاريات القابلة للشحن استخداما هي بطاريات السيارات والعجلات. هذه البطاريات هي نوع خاص من البطاريات اللي قابلة للشحن يسمى الستارتر. كلمة ستارتر هنا تعني استخدام البطارية لتجهيز السيارة بتيار عالي نسبيا ولكن لفترات قصيرة جدا، فتكون قيمة السعة المسحوبة من البطارية صغيرة مقارنة مع البطاريات الديب سايكل التي تستخدم في منظومات الطاقة الشمسية. لذلك فهذه البطاريات لا تصمم لتفريغ عالي مثلا 50% من الطاقة المخزونة، لأنه استخدامها بهذا الشكل يؤدي إلى انتهاء عمرها وراء حوالي 30 إلى 40 دورة تفريغ شحن، وهذا هو سبب فشل استخدامها في الكثير من العكسات المحلية التي تستخدم بطاريات السيارات في عادة الشحن حيث يتم تفريغها بشكل كبير. النوع الآخر هو الديب سايكل باتري، هنا على عكس بطاريات السيارات البطاريات هنا تصمم لاستخدامها لدورات تفريغ شحن عالية ممكن أن تصل إلى 2000 أو 3000 دورة،
وبعمق تفريغ يصل إلى حدود 80% من الطاقة المخزونة بها. فهذه البطاريات تعطيني تيار صغير نسبيا مقارنة ببطاريات السيارات، ولكن تعطيني إياه لفترة طويلة مقارنة بالفترات الصغيرة جدا المتاحة في بطاريات السيارات. في واقع الحال فإن عملية سحب الطاقة من بطاريات الديب سايكل ليست عملية غير مشروطة، وإنما يتم اشتراط عمق سحب الطاقة من هذه البطاريات مع عدد دورات عملية الشحن أو التفريغ. فكلما زاد عمق التفريغ قلت عدد دورات الشحن التفريغ المتاحة. فمثلا لو استخدمنا عمق 100% مثل ما نشوف الآن بالشكل، فالبطارية حتكون عندي صالحة فقط ل 500 دورة تفريغ شحن، بينما لو استخدمنا عمق تفريغ 20% فستكون البطارية متاحة لي ل 3300 دورة تفريغ. فإذا اعتبرنا دورة التفريغ تتم خلال يوم واحد، فهنا راح اشوف انه اني البطارية حتبقى عندي صالحة للاستخدام الى 3300 يوم، حوالي 9 سنوات، بينما لو شغلتها على عمق تفريغ 100% راح تكون عندي متاحة فقط ل 500 يوم، حوالي سنة ونص. فمن هذا الشكل نشوف مدى التناسب بين عمق التفريغ مع عدد الدورات. كل الشركات اللي تنتج بطاريات الديب سايكل تضع شكل مقارب لهذا الشكل الى بطارياتها. طبعا هنا depth of discharge مع number of cycle يختلف بين بطارية وبطارية وشركة او اخرى، ولكن بصورة عامة شكل المنحنى هو نفسه. الخاصية الاولى اللي تهمنا واحنا نتحدث عن البطاريات هي كمية التيار المتاح للبطارية تزويد الحمل به خلال ساعة واحدة امبير اور. فعلى سبيل المثال لو كانت لدينا بطارية سعتها 100 امبير اور، ايش ممكن تزود لي الحمل؟ 100 امبير اور يعني لي انه انا اقدر ازود الحمل ب 100 امبير بشكل مستمر لمدة ساعة، او ازود الحمل ب 10 امبيرات بشكل مستمر خلال 10 ساعات، او ازود الحمل بامبير واحد بشكل مستمر لمدة 100 ساعة. لكن طبعا هذه السعة تتداخل مع موضوع هو يسمى سي ريت او تشارج ديسشارج ريت، اي خلال كم ساعة يتم سحب هذا التيار من البطارية او اعادة شحنها به. وان شاء الله اعرض هذا الموضوع في محاضرة مستقلة مستقبلا. تكمن اهمية الباتري سايزنج في ان جوهر عمل المنظومات المعزولة عن الشبكة هو تزويد الطاقة الاحمال المعزولة، لذا يجب تحري الدقة في هذه الحسابات، لان تخمين قدرات البطاريات بقل مما يجب سيجعل من المتعذر على المنظومة تجهيز الاحمال بالطاقة المطلوبة، وبالتالي فشل عمل المنظومة. أما زيادة قدرات البطاريات عما يجب أن تكون عليه فعلا فسيعني خسارة اقتصادية في كلف البطاريات والألواح الإضافية التي تم شرائها دون داعي. المنظومة الناجحة والكفوة هي اللي يكون اختيار عناصرها كلها بدقة وتأني، ولكن أهم جزئين في هذه المنظومة هو الانفيرتر الذي يؤثر مباشرة على إنتاجية المنظومة، والباتري سايزينج اللي يؤثر بشكل مباشر على الفترة الزمنية المتوقعة لتغذية الأحمال في غياب الشمس. البطاريات المرافقة المنظومات الشمسية المعزولة تحقق لي 3 أهداف. الهدف الأول أنه هي خزان لخزن الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل الألواح الشمسية الفترات المطلوبة، وتجهيز الأحمال بهذه الطاقة الفترات المطلوبة ممكن تستمر بضع ساعات بعد غياب الشمس وحتى بضعة أيام. الهدف الثاني هو تنظيم الفولتية والتيار المجهز للأحمال. فمن المعروف أن الطاقة الشمسية ساقط على الألواح طاقة متغيرة في كل دقيقة بدءا من لحظة شروق الشمس وحتى غروبها، ولا يمكن تجهيز هذه الطاقة المتغيرة للأحمال بشكل مباشر، لذلك لابد من خزنها أولا ومن ثم تجهيز الأحمال من هذه الطاقة من خلال البطاريات بعد خزنها فيها. ثالثا في حالة وجود مضخات أو محركات تحتاج إلى تيار عالي للبدء التشغيل سيرج كيرنت أو سيرج لود أعلى مما توفره الألواح الشمسية، فيمكن تجهيز هذا التيار من البطاريات اللي تمثل لي خزان كبير للطاقة وما راح يتأثر عملها بشكل كبير. طبعا هذا إذا كان الانفيرتر يدعم لي هاي الخاصية، لأنه ليست جميع الانفيرترات تدعم لي خاصية السيرج لود، ولذلك لابد من التأني في اختيار الانفيرتر والتأكد أنه يدعم هذه الخاصية. هناك عوامل رئيسية يجب مراعاتها عند تصميم المنظومات الشمسية وتحديد حجم وعدد البطاريات المطلوبة فيها. أولها حجم الطاقة المطلوب يوميا، ثانيها حجم التفريغ ومستواه في البطارية،
الثالث عدد أيام تجهيز الطاقة من البطاريات بغياب الشمس اللي تسمى Days of Autonomy. المقصود هنا هي عدد الأيام اللي أجهز بها الأحمال من البطارية في غياب الشمس، كان تكون أيام مطر، أيام غبار، أيام عواصف غبارية، أيام غيوم كثيفة. فهنا يصبح من متعذر تشغيل المنظومة مالتي من الطاقة الشمسية بشكل مباشر، وإنما تشغيلها من الطاقة المخزونة في البطاريات. أما العوامل المرتبطة مع كمية التيار المطلوب تفريغها من البطاريات فهي الحجم الأقصى للحمل المطلوب وحجم التيار بدء التشغيل. الآن لنأخذ مثال، لو كان لدي سلسلة من البطاريات بفولتية 12 فولت وسعة 200 أمبير أور، أول خيار أمامي أن أستخدم بطارية واحدة، بطارية واحدة في 12 فولت وبطارية واحدة أيضا في 200 أمبير أور، فيكون عندي الناتج 12 فولت في 200 أور والطاقة الكلية هي 2400 واط أور. لو كان عندي بطاريتين مربوطات على التوازي، لأنه مربوطات على التوازي فالجهد يبقى نفسه، فهو 1 في 12 فولت بينما يكون التيار 2 في 200 أمبير أور، فالناتج هو 12 فولت و 400 أمبير أور تضاعف عندي التيار، والطاقة هنا حتكون 4800 واط أور. عند ربط أربع بطاريات على التوازي راح يكون أمامي بالنسبة للجهد، أنا عندي لأنه على التوازي فعندي 1 في 12 فولت لأنه ما يتغير فرق الجهد، بينما لأنها مربوطة على التوازي راح يكون قيمة التيار هو 4 في تيار البطارية الواحد اللي هو 200 أمبير أور، راح يكون عندي 12 في 800 وراح تكون عندي طاقة المنتج 9600 واط أور. لو ربطت الأربع بطاريات 2 منهم على التوالي و2 على التوازي فراح تكون سعة المنظومة مالتي بطاريتين في 12 فولت اللي هي تمثل لي الجهد في الصف الواحد، ولأنه عندي صفين على التوازي فراح يكون التيار المار بيهم هو 2 في 200 أمبير أور، فيكون الناتج 24 فولت والتيار الناتج هو 400 أمبير أور، فراح تكون الطاقة المنتجة 9600 واط أور. مثل ما تشوفون كطاقة خيار أن أربط أربع بطاريات على التوازي هو نفسه أن أربط بطاريتين على التوالي في الصف الواحد وأربط الصفين على التوازي، إلى أنه فرق الجهد والتيار مختلف في الحالتين. أما إذا ربطت أربع بطاريات على التوالي فراح يكون عندي الجهد مالتي هو 4 لأنه توالي في 12 فولت، بينما راح يكون التيار هو نفس التيار المار بأي بطارية من البطاريات، فراح أحصل على فرق جهد هو 48 فولت والتيار هو نفسه 200 أمبير، فراح تكون الطاقة عندي 9600 واط أور. قبل الاستمرار في حساب الباتري سايزينج أريد أوضح مسألة. في الكثير من الأحيان عندما يتم النظر في حسابات البطاريات لا يتم أخذ دور الانفرتر بالحسبان، أو لا يتم اعتبار الفرق في الفولتية بين الأحمال الحقيقية اللي تشتغل عليها الأحمال، عندنا مثلا هو 220 فولت وفولتية المنظومة من خلال الانفرتر. الآن لنأخذ هذه المسألة، أنا عندي بطاريتين فولتية كل واحدة من عندهم هي 12.7 فولت مربوطات على التوالي، والتيار المار بكل منهما هو 5.9 أمبير، وتكون بالنتيجة تكون عندي الوطية مالتي 150 واط. الآن لو افترضنا أن الطاقة المنتجة من بنج الباتريات هذا أمرره خلال الانفرتر كفاءته 50%، طبعا هذه كفاءة متدنية جدا وماكو شيء انفرتر من ناحية العملية، لكن فقط حتى إيضاح دور الانفرتر بالموضوع لتغذية حمل. الحمل هو عبارة عن فان موتور، فهنا طبعا فرق الجهد مالتي حيكون عندي 220 اي سي فولت لأنه الكفاءة في القدرة هي 50%، فال 150 واط راح تنزل لي إلى 57 واط. الآن 57 واط على 220 فولت يعطيني حجم تيار هو 34% من الأمبير. فشوفوا الفرق بين الباتري بانك اللي انطاني 5.9 أمبير وبين التيار النهائي اللي راح يغذي المنظومة اللي هو 34% أمبير. الآن لنأخذ مثال حقيقي لحساب الباتري سايزنج لمنظومة طاقة شمسية معزولة عن الشبكة. نبتدأ بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى هي تخمين أحمال المنظومة. لنفترض أن اللود المطلوب تغذيته هو لود بسيط، القدرة المطلوبة إلى 65 واط،
يعمل 6 ساعات بمعزل عن الشمس، فتكون عندي الاي سي لود المطلوبه هي 390 واط اور. الخطوه الثانيه ندخل تغيير الانفرتر. لو اخذنا انفرتر كفاءته 85% فراح تكون القدره اللي مطلوبه عندي لهذه المنظومه هي حاصل تقسيم 390 واط اور على 85%، فراح تكون عندي طاقه الاي سي المطلوبه لتغذيتها للمنظومه هي 459 واط اور. الخطوه الاساسيه الثانيه لتحديد الخيارات التصميميه لبطاريات المنظومه الشمسيه المعزوله عن الشبكه هو تحديد السيستم فولتج. لغرض تحديد السيستم فولتج نستعين بالشكل المعروض امامكم. اذا كانت الطاقه المجهزه للحمل اقل من 1 كيلووات اور فيفضل ان تكون السيستم فولتج بحدود 12 فولت، بينما اذا كانت الطاقه المجهزه تقع بين 3 الى 4 كيلووات اور وال1 كيلووات اور فيكون السيستم فولتج 24 فولت، بينما اذا كانت الطاقه اكبر من 4 كيلووات اور فيستحسن ان يكون السيستم فولتج 48 فولت. هناك اسباب عديده لاختيار السيستم فولتج بهذه الطريقه، لكن اهمها مساله الاسلاك وسعه التيار المار بها، حيث تقل قيمه التيار مع ازدياد الفولتي. بالنسبه للمنظومه اللي داعمل عليها الان راح اختار لها سيستم فولتج هو 12 فولت لكون الطاقه المطلوبه اقل من 1 كيلو واط اور، فراح يكون على هذا الاساس الامبير اور اللي احتاجه هو 459 على 12 راح يساوي لي 38.25 امبير اور. لغرض تحديد حجم المنظومه لابد من ان احدد عدد الايام اللي تعمل بها بغياب الشمس او بمعزل عن الشمس اللي تسمى الدي اوف اتنومي. بالمثال الحالي راح اخذ عدد الايام 5 ايام، فراح يكون سعه التيار الكليه اللي مطلوبه هي 38.25 في 5 راح يكون 191 امبير اور. ولغرض استكمال الديزاين لابد ان احدد الديب اوف ديسشارج او دي او دي. الدي او دي هنا في هذا المثال راح يكون 75%، فراح تكون عندي قيمه التيار 191 امبير اور على 0.75، فراح يكون عندي قيمه التيار النهائيه هي 255 امبير اور. الان كملت حساب الاحمال اللي مطلوب ان تغذى بواسطه منظومه الطاقه الشمسيه. الخطوة الأخيرة هي أن أحدد البطارية اللي راح أستخدمها. في هذا المثال راح أستخدم بطارية الفولتية مالتها 6 فولت دي سي وسعتها التيار بها 256 أمبير أور. إذا استخدمت هذه البطارية فراح يكون الباتري بانك مالتي من بطاريتين مربوطات على التوالي وصف واحد. فراح يكون عندي حساب الطاقة هو الآتي: بطاريتين مربوطات على التوالي في 6 فولت في بطارية واحدة في صف واحد مكون من البطاريتين، فإذا راح يكون التيار هو نفس المار، راح يكون عندي 12 في 256 أمبير أور، فالطاقة اللي راح تجهز هي 3072 واط أور. إذا راح يكون عندي الأكتوال باتري بانك كاباسيتي هو 256 أمبير أور. بهذه الطريقة أنا كملت حسابي للبطاريات وطريقة ربط البطاريات للأحمال اللي أنا أريد تغذيتها. لكن قبل ما أنهي محاضرتي خلوني أحكي شوية عن بطارية بغداد. بطارية بغداد هي جرة تعمل عمل بطارية واكتشفت في مكان قريب من مدينة بغداد، يعتقد أنها تعود للفترة 248 إلى 226 قبل الميلاد، وكان البابليين يستخدموها في عملية الطلاء الكهربائي، حيث كانوا يستخدموها في طلاء الفضة بالذهب. والبطارية هي من نوع بطاريات الحامض، عندنا حامض داخلها وتنتج لنا التيار الكهربائي. أعيد تمثيل هذه البطارية فأنتجت لنا نصف فولت. الغريب بالموضوع أنه حتى الإنسان يقدر يحقق هيك بطارية لابد أن يفهم فيزياء الكهرباء بشكل واضح ودقيق. ممكن بعض الاكتشافات يكتشفها الإنسان عن طريق الصدفة، لكن صناعة بطارية أبدا ما يمكن أن تكون عن طريق الصدفة. فهل عرف العراقيون القدامى فيزياء الكهرباء وظاهرة التكهرب بالطريقة اللي نعرفها احنا حاليا الآن وبهذا الشكل الدقيق؟ حقيقة سؤال حير الكثير من العلماء. تلقون محاضرتي على قناتي في اليوتيوب، وكذلك تلقوها على صفحتي في الفيسبوك، وأني مستعد لإجابة عن أي سؤال أو استفسار أو إيضاح عن هذا الموضوع.
على عنواني البريدي الظاهر أمامكم. شكرا لكم وأتمنى لكم يوم سعيد.